أعلنت جوجل نيتها إغلاق خدمتها لاختصار الروابط الإلكترونية على شبكة الإنترنت. وأوضحت الشركة في بيان لها أن المستخدمين الجدد أو المجهولين لن يتمكنوا من استخدام الخدمة بعد 13 من إبريل، وهو موعد إغلاق الخدمة بشكل مبدئي. وتعمل الخدمة على تصغير طول الروابط من أجل سهولة نقلها وإدراجها أو إخفاء الرابط الأصلي في عدة مقالات. فاصل مشاهدينا ونواصل نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس تابعونا.